فاضل الشركه الثالثه، شركه الاهلي للمنشات الرياضيه. معانا طبعا المهندس ايمن اسماعيل، وهم كلهم قامات، انا بس هسيبه هو يتكلم، قامات كبيره جدا، وبرضه اشتغلوا الفتره اللي فاتت بجد، وبرضه بتقدير وحب للنادي الاهلي. وهخلي بس المهندس ايمن اسماعيل يقول لكم ايه اللي تم لغايه النهارده، واعتقد حاجه ممكن تساعدكم ان شاء الله. يعني مساء الخير عليكم كلكم. الحقيقه يعني شرف كبير ليا ان انا اكون واقف النهارده هنا، وانا قاعد هنا كده بتفرج وببص ورايا. لو بصيت وراكوا ما اعتقدش انها صدفه ان ورانا البرج، فاحنا في قامه واقفه هنا زي كابتن محمود وراها البرج بجد. انا وانا قاعد يعني دي مش صدفه يعني، فصعب عليا ان انا اكون موجود هنا. يمكن ياسين ووزير يحيى زعفهم الحظ ان هم يبقوا بعاد فيعملوها فيديو، لكن الوقفه هنا مش سهله يعني. طبعا شرف لي ان يكون موجود مع الجمعيه العموميه. والحقيقه الشركه في رايي دي طفره، مش كتير في العالم نوادي عملت الشركه دي. ويمكن لما كابتن محمود اتكلم على اللائحه، في ناس كتيره قوي عملت لائحة لحاجات كتيرة ودستور لحاجات كتيرة واتحطت في الدرج ما تنفذتش. فكون انه اللائحة بتتنفذ النهاردة ده في رأيي واحد من أكبر الإنجازات اللي حصلت. هكلمكم على شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية. الحقيقة احنا أنا بأشرف انه يكون عندنا بورد بالشكل ده. معانا اللواء إيهاب الفار وهو رئيس الهيئة الهندسية الحالي، وده كان بالنسبه لنا مهم جدا انه يكون في حد عنده الناحيه الهندسيه والناحيه الانشائيه قويه عشان المشاريع الكبيره اللي احنا هنخش فيها، ومن اولها الاستاد. ده مش مشروع سهل، فلازم يكون عندنا حد عنده القوه دي. وجود معانا دكتور خالد سري صيام. دكتور خالد سري صيام كان الرئيس السابق للبورصه ونائب رئيس هيئه سوق المال. لو احنا بنتكلم على شركه وهندخل فيها ان شاء الله أعضاء وجماهير النادي الأهلي يبقوا معانا، لازم نبقى عارفين إحنا بنعمل ده إزاي، ونعمل ده بشكل قانوني محترف يحمي الشركة ويحمي النادي الأهلي ويحمي كل الجمعية العمومية. مهندس أحمد عبد العظيم هو الرئيس الحالي لشركة دار الهندسة. لو إحنا عايزين نعمل استاد عالمي لازم يكون عندنا اتصال بالعالم كله، ولازم يكون إحنا عارفين إزاي نقدر نوصل لأحسن ناس موجودة في الدنيا، ونبتدي من آخر نقطة انتهى عليها العالم، مش نبتدي ونتعلم من أول وجديد. أستاذ محمود عبد الله، أستاذ محمود عبد الله كان أكبر يعني واحد الرئيس التنفيذي لواحدة من أكبر شركات التأمين اللي في العالم، وجي هنا عمل عملية إعادة هيكلة لشركات مصر التأمين. فعشان نقدر ناخد العقل اللي عارف يعمل النقلة ما بين الانترناشنال وما بين البيروقراطية المصرية، كان لازم ندور على حد زي أستاذ محمود عبد الله، وهو بجد هيساعدنا كتير جدا في الحتة دي، سواء كنا بنتكلم مع مجلس الدولة أو مع الوزارات، لأنه عنده دراية كافية بالقوانين المصرية وكمان إحنا عايزين نعمل إيه بره. مي سامي الحقيقة بتمثل لنا قطاع مهم جدا، لأنه لو إحنا هنبتدي نشتغل لازم نبص على الشكل التجاري. ازاي هنعمل للاعضاء بتوع النادي الاهلي حاجات تجاريه مميزه نقدر نخدمهم بيها، فلازم يكون عندنا حد عنده الخبره دي. مي قعدت فتره طويله جدا مع ماجد الفطيم، هي كانت مسؤوله عن الاتش ار في ماجد الفطيم كله الفتره الطويله، ودلوقتي بتشتغل كونسلتنت لكل الشركات الكبيره اللي موجوده في الخليج او في مصر في حته الريل استيت. طبعا مهندس حازم برضو احنا بنتكلم على الاجيال، فيعني حازم اعتقد غني عن التعريف بالنسبه لكثير من الاعضاء هنا، ويعني هو ابن النادي وعايش في النادي واخ ليا. وحازم الحقيقه بيمثل بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا، هي الاتصال بجماهير النادي الاهلي والاتصال بالجمعيه العموميه، وكمان عنده خبره كبيره جدا في عمليه التسويق، فالحاجتين دول احنا هنقدر نستفيد بيهم. هي شرف ليا انه يكون عندنا مجلس اداره بالشكل ده، وانا يعني مش هعيد اللي ياسين قاله، احنا كان مهم جدا ان احنا نبني مجلس الاداره عشان نبتدي من نقطه قويه. هدف الشركه ايه؟ ليه احنا موجودين او ليه بنعمل الشركه دي؟ الشركه دي بتهدف لان احنا
نطور المنشآت الرياضية والأصول العقارية الحالية والمستقبلية ونوفر مصادر تمويلها ونحولها تدريجيا من مراكز تكلفة إلى مراكز ربحية للنادي الأهلي. النقطة دي في منتهى الأهمية. لو احنا فعلا عايزين نرفع الكفاءة لكل أعضاء النادي الأهلي ولكل الناس اللي بيزوروا النادي الأهلي أو كل منشآته، لازم المنشآت دي تبقى بتدار بحرفية وتحقق لنا ربحية عشان نقدر نرفع الخدمة. طول ما المنشآت دي مراكز تكلفة هيبقى صعب جدا على النادي ان هو يرفع الأداء. كمان احنا عايزين نحقق طفرة إنشائية نفتخر بها عائلات الأهلي ويخرج بها كيان الأهلي إلى قلب العالم. يخرج بها كيان الأهلي إلى قلب العالم دي يمكن متاخدة من اللايحة ومتاخدة من الرؤية اللي حطها كابتن محمود، واحنا هنا بنقول إلى قلب العالم، يعني لما هنبني استاد العالم كله هنتكلم عنه، وهنشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه، البداية فين في الاستاد. في ثلاث أنشطة رئيسية اتكلمنا معاه مجلس إدارة النادي الأهلي ان احنا هنركز عليها. نمرة واحد التطوير العقاري. التطوير العقاري مش بس تطوير منشآت رياضية، كابتن محمود الحقيقة طموحاته أكبر من كده. يعني هو كلمني قال لي ليه ما نقدرش نعمل احنا كومباوندز لأعضاء النادي الأهلي؟ ليه ما يبقاش النادي الاهلي عندهم حاجتهم الخاصه؟ انا واحد من الناس اللي كنت بروح مرسى مطروح، المعسكر بتاع مرسى مطروح، وعندي اصدقاء بشوفهم بس في مرسى مطروح، والاحساس بتاع ان انا حوالين صحابي اللي من النادي الاهلي اللي في مرسى مطروح احب ان هو يكمل بقيه السنه. فنتمنى ان احنا نقدر نعمل ده لاعضاء النادي الاهلي. اداره الاصول، ودي حاجه مهمه جدا. النادي الاهلي عنده اصول كتيره جدا، سواء العلامة التجارية، سواء الأرض، سواء المنشآت. النهاردة في علم اسمه إدارة الأصول. كل أصل من الأصول ده لازم نبص عليه ولازم نشوف إزاي نعظم الأصل ده، إزاي هنقدر لو محتاج يتطور نطوره، إيه اللي لازم نعمله في الأصل ده عشان نطلع منه أكبر عائد للجمعية العمومية والأعضاء النادي. والحاجة الأخيرة إدارة ممتلكات النادي الأهلي. لو هنبقى عندنا استاد، هل إحنا اللي هنديره بنفسنا ولا هنديها لحد تاني يديرها؟ دي نقطة لازم نناقشها ولازم ناخد وقتنا فيها، لأنه إدارة المنشأة الرياضية النهاردة هي عنصر رئيسي في نجاحها وإنها تفرق عن أي منشأة تانية في أي حتة في الدنيا. البناء على ما سبق. الحقيقة يعني لما بنقول هنا النادي الأهلي بيبني على اللي بعده، إحنا أنا جيت، والحقيقة يعني أنا عايز أقول إن فخور جدا بكل اللي حصل من قبل ما إحنا نيجي. احنا يعني انا حبتين لو سمحتوا لي ان انا اشكر اولا دكتور سعد، لانه الحقيقه يعني لما جينا لقينا في اتصالات عشان نقدر نعمل تسميه للنادي. والشكر بقى الخاص لموضوع الاستاد قبل ما اتكلم فيه للمهندس سراج وهو عضو مجلس اداره. الحقيقه مهندس سراج لا يكل ولا يمل، يعني احنا من قبل ما نبتدي اتصالات بالعالم كله، والناس كلها بتعمل كل حاجه للنادي الاهلي ببلاش، فهو يعني حط لنا ستاندرد وبنش مارك عاليه جدا، واحنا ان شاء الله هنكمل على ده. المهم جدا ان احنا نكمل على النقطه اللي احنا ابتدينا منها، فانا بشكرهم ان هم ساعدونا في المهمه بتاعتنا. تطوير التصميمات، الحقيقه احنا موضوع الاستاد هو هيكون التركيز الرئيسي بتاع الشركه في الفتره الاولانيه، لانه ده موضوع في منتهى الاهميه لينا كلنا، ان احنا يبقى عندنا استاد نفتخر بيه كلنا ومصر كلها تفتخر بيه. فعشان نطور الاستادات، ستيفن، واجين تاني برضو بشكر سراج لان هو اللي عرفنا عليه. ستيفن واحد من اشهر الناس اللي اشتغلت في استادات في العالم كله. هو كان المدير التنفيذي لاستاد في ساوث افريكا، الاستاد بن زايد، واعتقد جمهور الاهلي كله يعرفه. معظم الاستادات دي هو كان بيشتغل فيها، وعشان كده برشلونه خدته وهو اللي كان مسؤول عن التصميم بتاع استاد برشلونه. فهو النهارده بيدينا كونسلتنسي وبيبقى بيدينا الخبرات بتاعته اللي اتعلمها في الاستادات دي علشان ما نرجعش نتعلم في نفسنا تاني. احنا عايزين نوصل ان احنا ناخد من اخر الخط ونكمل. لما جينا حطينا معايير لتصميم الاستاد، نمره واحد قلنا لازم يكون بيمثل هويه النادي الاهلي. نمره اتنين يكون استاد متعدد الاستخدامات. احنا مش عايزين يكون عندنا استاد بيشتغل يوم الماتش بس، ما نقدرش نستحمل ده. لازم الاستاد ده يكون بيدر دخل طول السنه. لازم يكون عندنا مدينه رياضيه متكامله، لانه احنا الاستاد هنحطه على 12 فدان،
من ارض حواليه 60 فدان. طب هنعمل ايه في بقيه الارض دي، وازاي بقيه الارض دي تبقى متكامله مع الاستاد؟ الحاجه الثانيه سهوله الدخول والخروج. وانا الحقيقه يعني عندي معلش بقى سموها عقده نفسيه، فكره ان انا اروح الاستاد قبل الماتش باربع ساعات دي انتهت في العالم. يعني انا يمكن اول مره سافرت بره وكنت رايح ماتش ورحت بقى من يعني عايز انزل من قبلها، الناس كلها كانوا مستغربين انت مجنون ولا ايه، احنا لسه الماتش فاضل عليه اربع ساعات، فاحنا لازم نعمل استاد نقدر نخلي الناس كلها تخش وتخرج في 45 دقيقه. متحف للنادي الاهلي، حقيقه كل ما باجي النادي الاهلي واشوف الكؤوس اللي موجوده، لا احنا ممكن نحطها بشكل احسن، جمهورنا يستحق ان هم يشوفوها بشكل احسن. سعة للاستاد 55 ألف فدان ومناطق خدمية للمشجعين عشان المشجعين يبقوا متصلين بالاستاد. فاحنا الحقيقة اللي موجودين هنا دول أكبر ناس استشاريين في العالم في الاستادات، وفي لستة فيها اتنين تانيين جايين، واحنا دلوقتي بنعمل مسابقة ما بينهم كلهم عشان نوصل لمين أحسن حد هيدينا أحسن تصميم، وبعد كده هنبتدي نكمل معاه. واحد من التصميمات المهمة لما جينا نتكلم على هوية النادي الأهلي إن المصمم ابتدى بفكرة اللوجو بتاع النادي الأهلي بالنسر بتاعنا. ابتدى يشوف النسر ده شكله إيه وخد لقطة اللي في النص دي وبنى عليها الاستاد. فما بنقول هوية النادي الأهلي إحنا عايزين هوية النادي الأهلي للدرجة دي. عايزين نشوف فعلا حاجاتنا كلها موجودة. نبص على اللي بعدهم. هنا برضو بنتكلم على ألوان الأحمر والذهبي، والذهبي كلنا عارفين العشر سنين ولسه كمان العشرين إن شاء الله والخمسة وعشرين، فمحدش يقدر ياخد ده. هنا باين جدا النسر بالدلوع بتاعته، وفي برضو هيبقى زي مكان للتمرين بره. لو نلاحظ هنا كلها البوابات برضو تاني بنرجع نعمل حاجات عالية جدا عشان تبين الفخامة بتاعة المكان. هنا بنتكلم على استخدامات مختلفة. فهنا ده ممكن يتعمل سباق عربيات، سباق موتوسيكلات، ايا كانت من انواع الانترتينمنت عشان نقدر ان احنا يبقى عندنا حاجات مختلفة. هنا ممكن بتتعمل حفلات. دي هنا نقطة مهمة جدا ان احنا عايزين كمان مشجعين النادي الاهلي المتميزين يبقوا قريبين من الـ من الـ من اللعيبه، فاحنا عايزين نعمل لهم مكان مخصوص جوه الاستاد بحيث ان هم يبقوا قريبين من اللعيبه سواء كان هنا او بعد كده هنشوف في صوره انه ده زي كلوب مخصوص للمشجعين الكبار بتوع النادي الاهلي. وهنا هيبقوا على اتصال باللعيبه قبل ما ينزلوا الملعب في مرحله التسخين. ده الجزء اللي بيوري المتحف بتاع النادي الاهلي او المكان اللي هيتباع فيه التيشيرت ده، وده هيبقى الفي اي بي لاونج. الحاجه الثانيه اللي احنا كنا مهتمين بيها بعد كده لما نتكلم حازم على التمويل، الحقيقه نقطه التمويل دي نقطه مهمه جدا وحساسه جدا. يعني مع مجلس الإدارة لما قعدنا معاهم الاتفاق اللي ما بيننا كلنا وكابتن محمود الحقيقة كان يعني في النقطة دي حازم جدا. أي نوع من أنواع التمويل إحنا هندرسه كله وعندنا تمويل أكتر ما حضراتكم تتخيلوا. النقطة الرئيسية هي سيادة قرار النادي الأهلي. إحنا لن نسمح بأنه أي حد يمول ياخد مننا سيادة القرار بتاع النادي بتاع الاستاد للنادي الأهلي. دي النقطة الرئيسية. هندرس كل طرق التمويل وهننوع ما بينهم، احنا مش هناخد طريقه واحده، احنا هننوع ما بينهم. وواحده من الحاجات اللي انا متحمس ليها جدا هي ازاي نخلي اولا اعضاء النادي الاهلي، ثانيا مشجعين النادي الاهلي يساهموا في بناء الاستاد. نقطتين دول انا اعتقد ان كل الاهلاويه، انا شخصيا احب جدا ان انا اكون ليا حصه في الاستاد بتاع النادي الاهلي زي اي اهلاوي يكون له حصه في استاد النادي الاهلي. عملنا طرح الكراسة الشروط وان شاء الله خلال اسبوع هتسمعوا اخبار كويسه جدا ان احنا هنبتدي نعلن على انه هيكون عندنا مين اللي هيبقى داخل معانا في تسميه الاستاد بتاع النادي الاهلي. ودي طريقه من طرق التمويل المهمه جدا اللي بتساعدنا مش في بناء الاستاد بس اكتر في اداره الاستاد والحفاظ على مستواه ان هو يبقى في مستوى مرتفع جدا خلال فتره الرننج بتاع الاستاد كله. شكرا واسف لو كنت طولت عليكم. شكرا 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 جدا.